مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج لقاء الأجيال. الأجيال اللي معانا النهاردة هم في مهنة واحدة، أو ما نقدرش نقول عليها مهنة بالتحديد، ولكن نقدر نقول عليه نشاط كنا بنسمع عنه كتير، بقالنا كتير ما نعرفش إيه التطور اللي حدث فيه، وهو نشاط الكشافة. وده على ما أعتقد موضوع جديد ونشاط جديد بنتكلم فيه في برنامجنا. بيسعدنا ان يكون معانا النهارده المهندس احمد عبد المجيد حسن، قائد كشافه، وحضرتك في الاساس مهندس برمجيات. بنرحب بيك، اهلا بيك. جيل الشباب بقى بيمثلوا الكشاف، انت قلت لي لا انا مش كشاف دلوقتي، انا جوال. احمد طارق، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، وهرجع لك في موضوع كشاف ولا جوال ونعرف الفرق بينهم. بس حضرتك متفق معايا باشمهندس ان الكشافه ما بقيناش نسمع عنها زي الاول؟ يعني كانت لغايه نقول كام سنه، نقول من 10 سنين، كنا بنسمع ان لازم الطفل او الطالب او المراهق يدخل الكشافه لانها مكون رئيسي من مكونات الشخصيه، لا تكتمل ولا يكتمل نضوجها وانفتاحها الا بنشاط الكشافه. دلوقتي لا، مش بنسمع قوي عن الكشافه. هي الكشافة اختلفت يمكن شوية، بس فضل نفس الأسلوب بتاعها هو. هي أول ما الكشافة ابتدت احنا كنا عشان هي أسلوب تربوي نقدر بيه نكسب الشخص بعض الصفات اللي لازم يحتاجها في حياته، منها ان ياخد باله من اللي حواليه ومن البيئة اللي حواليه وازاي يساعد الناس اللي حواليه، وده غير بتكون شخصيته هو كشخصية داخليا. تمام. أول الكشافة ما اشتغلت هنا في مصر كانت كلها في المدارس، فكنا كلنا بنشوفها في المدارس، في الطابور المدرسي. مش اي مدرسه متهيألي، معظم المدارس. معظم المدارس كتير بالظبط، وتحولت من المدارس لبعض النوادي. أيوة. وابتدت يبقى كان ليها دور كويس، بس الفكره ان الكشافه كانت المفروض، وده اللي عملناه في المجموعه بتاعتنا، يبقى فيها تطوير. التطوير دوت عشان يواكب الجيل اللي احنا فيه ده. كل الجيل دلوقتي متفتح مختلف، بيبص على الانترنت، بيبص لاشكال مختلفه، حواليه انشطه مختلفه، فالكشافه لازم تجذبه. لا، وممكن يكون الانترنت والتقدم التكنولوجي والعلمي ده خلاه يحس ان كل حاجه جايه له من غير ما يتجول ويكتشف ويروح اماكن بعيد مش كده؟ بالظبط. فاحنا قدرنا نتيجه سلبيه بعدتهم خالص. احنا يمكن في المجموعات الكشفيه العلميه بتاعتنا اللي تؤسست 1980 كان عندنا فكر بقى في الموضوع دوت. احنا عملنا، كانت اول فريق كشافه في مصر وتقريبا كمان في العالم، يبقى فرقه كشفيه بتبص كمان للاتجاه العلمي، بنبص للفيزياء والكيمياء والرياضيات، كل علم الفلك. خدتوا الناحيه العلميه على الكشافه مع الكشافه مجموعتكم في 1980، ابتديناها 1980 واصبح فيها تطور حتى النهارده. النهارده دلوقتي احنا عندنا بعض الابلكيشن على الموبايل، يقدر الكشاف اللي كان زمان لازم يبقى معاه كتاب عشان يشوف مثلا بعض العقد اللي هي ازاي الحبال يربطها او اي بالشكل ده، يقدر يشوفها على الموبايل بتاعه. دلوقتي احنا لما بنطلع معسكر مش بنطلع معسكر بس عادي زي زمان، لا، احنا بيبقى معانا تلسكوب فلكي بنشوف اللي ما كناش نقدر نشوفه زمان. لا، انا هرجع تاني للناحيه العلميه. تمام. اعرفها بالظبط ازاي دخلت وعايزاكم يعني عندي اسئله لحضرتك. تمام. بس انا عايز اتكلم مع قلنا الجوال. جوال احمد طارق. وليه بقى مش الكشاف؟ هو الفرق مسميات، هي يعني بتبقى على حسب السن وبتبقى رطب في الكشافه. فبيكون الكشاف بيكون في فتره الاعداديه، بيبدا من اولى او ثانيه اعدادي لحد ثالثه اعدادي، بعد كده بيجتاز بعض الامتحان وبعض القدرات، لو اجتازها بيدخل بيترقى ويبقى كشاف متقدم. دي بعد الكشاف. ايوه. برضه بيفضل من اولى ثانوي لحد ثانويه عامه او ثالثه ثانوي، بعد كده اول ما يدخل الكليه برضه لازم يجتاز قدرات معينه، فبعد كده اول ما يعديها بيبقى اسمه جوال. فدي بتبقى فترة الجامعة. خليني اقول لك على رأيي بقى الشخصي، معلش انا دخلت يعني يمكن تقريبا قطعتك، بس انا فهمت خلاص ان سن معين ابتداء من الكلية تقريبا، من الكلية بيتقال عليكم جوال مش كشاف. طيب، ودي رتب، انا لفت نظري رتب. تعتبر رتب لان هي الكشافة عامة لو جينا نبص عليها فهي يعتبر نموذج مصغر من الحياه اللي في الجيش، لان الجيش برضو بيكون رتب، بيكون برضو في صرم، في هزار، يعني ما في صرامه. يعني مثلا واحد غلط لا يتعاقب، يعني اجازه يقدر. ما فيش هزار، يعني ما معامله بتبقى في الصحراء وكل حاجه، طابور صباح. انت اول مره اسمع التشبيه ده، وهو تشبيه تخيل صح فعلا. هو كانك في جيش صغير تتعلم الانضباط والطاعة، وفي نفس الوقت في نفس الوقت في المتعة والمرح. المتعة والاستكشاف يعني والمرح. فهو خلط ما بين الاثنين، يعني حتى تعتبر ان هي المدرسة الترفيهية بالنسبة للطفل اللي اول ما يدخل الكشافة. مثلا ممكن المدرسة اللي احنا بندخلها بتكون لحد ما بنحس في اجبار ان هي كل يوم. أيوة. والصبح لحد بعد الظهر لا، انما الكشافة انت تدخل براحتك. انا ملاحظ شخصيتك مختلفة،
انت عندك كم سنة يا احمد؟ عندي 19. 19 سنة، لكن لما بتكلم مع احمد، احمد شخصية حتى القعدة مختلفة، الثقة بالنفس، لا يعني كأنه متمرس على الكاميرا. اكيد الكشافة لعبت دور. حضرتك تابعت احمد قبل ما يدخل الكشافة؟ لا انا شفته من اول ما دخل الكشافه، بس طبعا هي الكشافه بتفرق جامد جدا. فرقت جدا. يعني احنا شفنا كتير امثله بالامثله ديت، شباب تبقوا عاديين لسه دورهم مش باين، هم في جواهم حاجه كويسه بس مش باينه. يمكن الكشافه بتساعده ان يبين الصفات ديت، بتساعده تاهله، تديله شخصيه اكتر، تديله ان يقدر يقول رايه، ورايه يتخذ بيه وينفذ دام في المجال الصح. فدي يعني بتكون الشخصيه، تتعمدوا ان ارائهم تاخذوا بيها وتنفذوها زي ما احمد قال. اللي هي بدايه الكشافه اصلا بدايتها كانت حياه عسكريه، يعني اللي انشا الكشافه كانت اصلا هو راجل عسكري، تمام؟ فهو مشي بنفس القوانين ديت، تمام؟ فهو احنا بندي لهم فرصه ان يعبروا عن رايهم طول ما هو في المجال، عشان كده زي ما يقول بياخد رتب، بيوصل لوقت ياخد قرارات، قرارات بتبقى يقدر يمثلها وتتحقق فعلا. ايوه، لكن بتلاقي اقبال من الشباب جيلك، ولا بيبصوا لك على ان كشافه ده ايه ده، غريبه يعني ان انت يعني هي تمارس نشاط زي ده؟ فاهم، يعني هي بتبقى على حسب المكان او حسب البيئه اللي مثلا بنكون فيها. يعني مثلا في نوادي اعرفها بيكون الكشافه فيها بتكون فعلا كويسه جدا، وناس فيها فرق وناس اعرفها، فبتكون يعني هو مثلا في ناس بتكون اول ما هم صغيرين بيكونوا في النادي ده مثلا، فبيتربى فيها بيدخل في الكشافه، على عكس ناس مثلا ما بتروحش نوادي خالص، او مثلا خروجاتها بتكون بره او في مولات وكده. يعني البيئه نفسها هي اللي بتحدد الشخص يقدر يدخل الكشافه ولا لا. يعني مثلا واحد من اول هو صغير مع الموبايل مع البلاي ستيشن، فقعد كده حياته كلها كده، فصعب ان هو يقول لك هندخل ليه كشافه. نقدر نربطها بمستوى اجتماعي معين الكشافه ولا لا؟ لا لا، الكشافه ما لهاش علاقه بالمستوى الاجتماعي خالص. حتى مثلا صحابي اللي في الكشافه بيكونوا مختلفين تماما تماما عن صحابي مثلا اللي في الكليه، او صحابي اللي بره من المدرسه، بيكون في فرق، مش هقول طفره، بس هي بيكون في فرق شخصيه. مثلا بيكون يعني الى حد كبير، نسبه كبيره جدا من صحابي او زملائي في الكشافه بيكون ليهم طموح عالي جدا وبيقدروا يوصلوه. ناس كتير اكبر مني هم اللي معلميني، كان يقول لك انا عايز اوصل لكذا كذا، فانا يقدروا يوصلوا. على عكس مثلا الجيل الثاني يقول لك انا عايز ابدا واعمل ومش هعمل، بس انا بقى البلد مش مساعداني او كذا، انا مش عارف اعمل كذا. فهو دايما بيقول بس ما بلاقيش نتيجه. على عكس مثلا في الكشافه هو اتربى ان هو صغير دايما بتحط في مشاكل، بتحط تحت ضغوطات، مثلا يكون في الصحراء مثلا نعمل كذا، القائد مثلا يجي يعني يشد عليه، فهو خلاص كبر فيكون نضج، عارف مثلا المشاكل اللي هيقدر يواجهها، فبيكون هو مرن هو بيتعامل في الحياه العمليه. طيب انا بتكلم هنا في البرنامج على لقاء اجيال، بمعنى ان هم بيبقوا بيمارسوا نشاط واحد او مهنه واحده، هنا في الحاله دي نشاط الكشافه، وبشوف هم تعاون الاجيال ممكن يكون مثمر جدا لينا كمواطنين، مثمر بصورة إيجابية على المجتمع والبلد لو في تعاون، خبرة مع أفكار جديدة، مع أفكار متطورة. هنا ممكن تستخدموا التطور التكنولوجي في تطوير الكشافة بدل ما تندثر. هو ده يعني ما هو ده تمام، هو ده اللي بيحصل بالظبط دلوقتي. احنا عندنا هنا اهو ابتدينا نديهم نواحي علمية بالشكل ده، عشان كده بنديهم علوم، بنديهم حياه شيقه شويه، مش بس هتبقى حياه بريه واوامر ومعسكرات والكلام ده، لا احنا بنديهم حياه شيقه يقدروا يحسوا فيها بمجال تاني، مجال مختلف، تمام؟ وده غير ان احنا بنخليهم يبقى ليهم دور في المجتمع، واحنا بنكمل بعض. يعني القائد هو بيرسم طريق مش هيقدر يتنفذ الا عن طريق ايه، الفتيان دول. احنا قدرنا يعني مثلا وبنحاول نحل مشاكل مع بعضينا، زي احنا عملنا مثلا ساعه السيول اللي حصل هنا في مصر في راس غارب، فريق مش من كشافه راح هناك وساعد الناس هناك، وكانوا واخدين معونات معاهم وابتدوا يساعدوا. يعني في الجانب الانساني طبعا بنهتم جدا، ان دي من تكوين الشخصيه، لازم يهتم بالحواليه هو مش لوحده، وكمان للبيئه. مثلا عملنا رحله لحته اسمها وادي الجمال. وادي الجمال ديت منطقه طبيعيه جدا من اجمل المناطق في العالم كله، قدرنا هناك ننظف البيئه ازاي، وشفنا المشاكل بتاعه البيئه، فاصبح وليه دور في المجتمع مش بس للافراد اللي حواليه والبيئه اللي حواليه، فاصبح احنا مكملين بعض. ايه احسن سن للكشافه؟ وانت وحضرتك بتتكلم يا باشمهندس وبتقول ان بتربوهم ان هم جزء من المجتمع، لازم يبقى ليهم دور نحو المجتمع ودور انساني وفكر في الاخر، ودي حاجه مهمه جدا بتربى عليها الغرب، ودي حاجه بتثير غيرتنا يعني. ف احسن سن عشان يتاثروا بمبادئ الكشافه ونشاط الكشافه يبدا من سن كام؟ من اول مثلا ما يبقى في ثالثه ابتدائي.
لان احنا السن الكشافه مختلف، احنا بنبتدي كشاف عادي وبعدين يطلع متقدم زي وبعد كده جوال، فاحنا لكل مرحله سنيه لينا المنهج بتاعها، كل مرحله سنيه بنقدر نعرفين ونتعامل معاها ازاي، المرحله دي هتاخد ايه وازاي نقدر نكتسبها وايه الصفات اللي لازم نخليها تبقى عندها ونستفاد احنا بيها في ايه. فكل مرحله سنيه احنا بنقدر نديها المواهب اللي احنا محتاجينها توصل لها. تمام. طيب اسمع رايك بقى اللي انت كنت هتقوله في التطور التكنولوجي اللي ممكن يستفاد بيه في انشطه كثيره جدا منها نشاط الكشاف. انتوا كشباب اضفتوا ايه؟ هو احنا كشباب او ممكن تضيفوا ايه؟ هو دلوقتي ممكن الجيل القديم مثلا في دلوقتي تكنولوجيا ما بقاش الجيل اللي قبلينا، فانا مثلا احنا دلوقتي الجيل الجديد احنا ممكن دلوقتي ندخل مثلا نكون متقدمين جدا مثلا في الصحافه مثلا، او عشان احنا برضو عندنا صحافه الكشاف يكون في صحافه وممكن نعمل افلام وثائقيه نعمل كده، فاحنا الطرق والاساليب الجديده يعني اللي منتشره توسعوا بالظبط الافاق، احنا بنوصل الافاق بالظبط كده تشوفوا يعني. ايه الناس بقى يوصل لها النت، يوصل لها فيسبوك، يوصل لها افلام الفيديو، يعني ما يكونش كل ده بيشمل شغلكم؟ يعني هو ده فعلا بيشمل شغلنا، حتى يعني احنا بيكون المجموعه بتاعتنا ليها جروب على الفيسبوك مع كسر 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 ال 5000 او داخل في ال 10000 حاجه كده، فهو حاجه ضخمه جدا ومنتشرين متشعبين، حتى المجموعه حتى ما متشعبه بره مصر وفي مصر، يعني حتى في ناس من بره مصر بيحبوا ينضموا معانا ويتواصلوا معانا من بره لبره، حتى في ايفنتات بتكون على مستوى دولي، ففي ناس من بره من انجلترا ومن فرنسا تقريبا بيحبوا يتواصلوا معانا في يوم كده معين، ولازم يتواصلوا بيكون بالسكايب، يعني حتى احنا بيكون مثلا هنا بتستخدموا بقى السكايب في التواصل مع يعني مثلا كشاف هنا وكشاف هنا حتى في بلد تانية، وبيكونوا مثلا متواصلين مع بعض ونقعد نتكلم، يعني مثلا بيكون مثلا بالانجلش فكل واحد بيفهم التاني، مثلا حد تاني عايز يسال على حاجه في الثقافه اللي عندهم. تعرف ان ده ممكن يكون وسيله من وسائل الجذب السياحي طبعا لجنسيات كتير، خصوصا ان احنا عندنا اماكن مش موجوده وليها طابع خاص لمحبي الكشاف ان هم ييجوا مخصوص. احنا من قيمه 3 اشهر عملنا رحله كده اهوت في سينا كلها، جبنا ناس من بره الكشافين وفرجناهم على سينا البلاد، قلنا نشجع السياحه، فعشان كده اقول احنا دايما بيبقى لينا دور. احنا عملنا اكتر مبادره للكلام دوت، عملنا مبادره اسمها شنطتك، ازاي ان احنا عاوزين نخف الشنط البلاستيك ونخلي الناس تبص لانها تشيل شنط ورق. عملنا مبادره ثانيه اسمها علم غيرك، دي ان احنا كل واحد لازم يعلم غيره حاجه، منها ان احنا نكتسب خبرات من بعض، وابتدينا نروح الاماكن اللي فيها التعليم ممكن او الانشطه بتاعتنا اللي احنا بنعملها دي ما بتبقاش موجوده، فبننمي الاماكن ديت. احنا عاملين منتخب اسمه منتخب علماء الغد، كل فكرته ان احنا بندور على الحلو اللي جوه الاطفال، بنمسك الشباب بندور كل واحد ايه الحلو اللي فيه، متميز بايه تقصد؟ متميز بايه، فنبتدي يعني نخليها تبقى ميزه اكتر، نسكن الموهبه ديت اللي هو عنده بحيث نعرف نستفاد بيها اكتر. فكل واحد بتشتغلوا شغل متوازي ومكمل للمدارس، ان المدارس مفيش وقت، احنا بنطالب التعليم انه يعمل الدور ده، احنا بنحاول يكتشف المواهب، يكتشف كل تلميذ او طالب او طفل متميز في ايه. ولما بنتكلم منطقيا شويه ونفكر، جاي منين الوقت ان احنا ندرس ومواد ونشاط رياضي ونشاط فني؟ فلازم ادوار بقى مختلفه لمجالات زي مجال الكشافه. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله، بنخلي ان الكشافه ما بقتش بس حياه كشفيه زي زمان، لا بنحط جانب كده ان كل واحد يحبها، كل يدخل فيه يحبها، يتعلم المبادئ بتاعت الكشافه والحياه اللي الحاجات اللي تخليه تبسطه في حياته، واحنا نكتسب ان هو يبقى ايه، ازاي يبقى مفيد في المجتمع اللي هو فيه. تمام. حضرتك بتقول لي ان في اماكن يعني مختلفة في طبيعتها، انا كنت بتساءل يعني في البداية، بنشوف في الافلام الغربية ان النجوم واضحة، السماء صافية، بيستخدموا التلسكوب يتفرجوا على النجوم، بيروحوا الغابات عندهم متوفرة. طب احنا بقى ايه الاماكن اللي يصلح فيها نشاط الكشاف؟ احنا الاماكن دي يمكن زمان كانت قريبة مننا شوية اكتر، زمان كنا بنطلع المقطم قبل المقطم يبقى زحمه بالشكل دوت، فكنا بنقدر نشوف الحاجات دي، دلوقتي اضطرينا نبعد، رحنا في فتره من الاوقات رحنا العين السخنه، دلوقتي العين السخنه بقت مليانه اكتر، اضطرينا نروح الطريق العالمين، نقدر نروح في وادي اسمه وادي الجمال، قدرنا نروح الوادي دوت وعملنا فيه شغل كويس ان احنا عرفنا البيئه اللي هناك كانت شكلها ازاي، وازاي ان احنا نقدر نساعد ان البيئه ديت ننظفها، نشيل من الشوائب اللي كانت، زرعنا شجر اسمه شجر منجروف، ده بيحافظ على البيئه في المنطقه ديت، فابتدينا نزرعه، فاضطرينا نبعد زي ما حضرتك بتقول، اضطرينا نبعد شويه عشان نلاقي المناخ اللي احنا نقدر نشوف ايه الحاله الكشفيه بتاعت زمان دي. ايوه. طيب انا بدعوكم لمتابعه التقرير دلوقتي، بنشوف راي المواطن العادي في الكشافه ورايه ان ايه دورها لسه ليه نفس الاهميه وهو لسه مهتم انه يتابع اخبار الكشافه ولا لا.
نشوف التقرير ونرجع نستكمل حوارنا. كشافة زمان أنا فاكر وأنا من إعدادي تروح الكشافة البحرية عندنا في اسكندرية بنتعلم كل حاجة، بنتعلم ربط الحبال، نصب الخيم، بنتعلم نعمل أكل الكشافة اللي هو البطاطس اللي مدفونة في الرملة، بنعمل أكل كشافة، بنطلع رحلات بحرية، بنطلع رحلات خاصة بالجوالة كتير جدا جدا. حتى لما دخلنا الجامعة كان نفس الكلام برضه. للأسف ما بقتش موجودة ومبقاش زي الاول خالص. يعني زمان كان الموضوع الكشافه والزهرات والكشافه الجويه والبحريه والحاجات اللي هي الفروع المختلفه بتاعه والبريه اللي هي الحاجات المختلفه بتاعه الكشافه كانت موجوده الاول، وكانت بتعلم حاجات كثيره جدا، سواء البريه مثلا بيطلعوا رحلات بره ويتصرفوا قصص الليل اللي بيقولوا عليها دلوقتي سفاري. يعني المفروض ان وزاره الشباب والرياضه، ان وزاره التربيه والتعليم، ان هي يعني الشباب والنشئ دي بتعلموا حاجه كويسه. اولا كنا بنطلع معسكرات خلويه، رحلات، الحاجات دي كلها، كل ده كان بيعلمنا الاعتماد على النفس، الصبر، ازاي ان احنا نكون مثلا انسان مفيد، بنعمل حاجات للمجتمع، بنشارك في عمليات النظافه في المدرسه في الشارع. للاسف كل ده اختفى. كشافه مهمه جدا بالذات عند الطلبه اللي هم فتره اعداديه، دي بتنمي مهاراتهم، بتديهم تحمل مسؤوليه، بتديهم دفاع عن النفس، بتديهم صلاحيات كتير تفيدهم في حياتهم اليومية. هي في الوقت الحالي شبه مش موجودة، لكن لو نفترض من 10 سنين فاتت كانت موجودة. كانت معظم المدارس بتعمل أنشطة ونظام دورات بتقعد 15 يوم، لكن دلوقتي مش موجودة وهي مهمة جدا في مجتمعنا الحالي. بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا عن الكشافة، وأبدأ بقى مع الجوال أحمد طارق، وأقول لك إيه أهم مشاكل اللي بتواجه الكشاف أو الجوال في مصر؟ هو أهم المشاكل اللي بتقابل دلوقتي الكشافة، إن زي ما قلنا في الأول إن النت بقى فعلا بديل لكل الكشافة، بقى الإنسان جيلنا بقى لحد ما بقاش عايز ينزل من بيته أصلا، بقى كل حياته ان هو لا انا اقعد على النت اكلم ده واكلم ده. بقى مأنتخ يعني. بقى مأنتخ. طيب انتوا ليه مش بتعملوا دعايه؟ ما خلينا نقول برضو ان انتوا عليكم شويه لوم. ليه ما استغلتش قصه الانتخه بتاعت الجيل بان انت تتواصل ليه مكانه يمكن تقنعه ان هو ينزل؟ يعني دي ممكن احنا مثلا احنا بننزل اصلا احنا بنحب ننزل في ارض في الارض نفسها، يعني احنا مثلا بنروح نوادي مثلا بنعمل انشطه زي بنعمل انشطه العلميه مثلا حاجات فيزيكس وحاجات كيمستري وحاجات للطيارات. يعني احنا مره نزلنا في مره في نادي المعادي وكنا مع المؤسسه الكشفيه من اجل السلام، فنزلنا وعملنا انشطه وحتى واخدين الملعب جزء من ملعب الكوره وفضلنا نعمل كلها انشطه ثقافيه وعلميه. فدي جزء من الدعايه ان احنا بنجيب الناس، احنا بنحب نستهدف الناس اللي فعلا نازله اللي بتنزل النشيطه اللي بتنزل فعلا. يعني احنا بنجذب دول احسن ناس احنا ممكن نجذبهم لان هم فعلا بيكونوا متواجدين. بتلاقوا تجاوب يعني فعلا الانشطه العلميه بتجيب فعلا تجاوب دلوقتي في جيلنا بالذات، بتواجد بالذات مع الاطفال اللي هم الاشبال، رتبتهم اللي اسمهم الاشبال، فدول دايما عشان بيشوفوا حاجات دايما بياخدوا الفيزيكس والساينس اللي بياخدوه في المدرسه بيكون ممل مثلا، فين وفين عمال مثلا ما يدخلوا اللاب ويعملوا مثلا تجربه عمليه فالموضوع بيبقى هم عايزين بس مش لاقيين، او مثلا المدرس هو اللي مش عايز او مكسل، فلا احنا بنوفر لهم الحاجات وكذا حاجه، حاجات كتير جدا. فهم مطبقين الناحيه العلميه مع الكشافه العاديه، الناحيه العلميه اللي انت بداتها او مجموعتك بداتها في 1980 مش كده؟ انتوا مطبقين نفس المجموعه الناحيه العلميه وبتدرسوا، انتوا نفس المجموعه فبس فهي مثلا فهو فعلا يعني في وقت ثالثه ابتدائي هو فعلا كان احسن وقت. يعني انا مثلا انا كنت برضو دخلت وانا شبل كنت في خمسه ابتدائي، لحد دلوقتي ما اظنش ان انا فرقت الكشافه غير بس في اوقات الامتحانات والحاجات دي. فلا انا كل ما هدف كل ما احنا بنتطور مثلا، يعني واحنا مثلا كنا صغيرين كان الموضوع يعني كان في برضو كل حاجه، بس احنا كل سنه او كل يعني كل فتره بنزيد عن اللي قبليها، كل مره بنجيب ناس بيكونوا بيعملوا تجارب عددكم بيكتر عددنا بيكتر. يعني حتى ممكن مثلا ناس تكون مثلا بتروح يعني
وتكبر مثلا تروح الجامعات، بس غصب عنهم يعني لازم 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 يرجعوا، يعني هم لازم في وقت لازم يتواجدوا، مثلا في ايفنت مثلا او في حاجه مهمه، لا كله بيكون موجودين، نتجمع تاني، بنكون اكتر من اللي قبلنا، بيكون في ناس كتيره وناس عزيزه علينا واسامي يعني في بيفق. لا لما بتعملوا سكايب مع الجنسيات الاخرى، وحضرتك بتقول ان انتوا تطورتوا وتقدروا تقولوا ان ده بقى نشاط دولي، تمام، ايه اللي بيميز الكشاف او الجوال الغربي في البلاد الاخرى عن الكشاف المصري؟ يمكن الطبيعه شويه هنا في مصر ان فيها صحراء متنوعه، فيها صحراء، فيها اماكن زراعيه نقدر نروحها، فدي بتخليه مختلف شويه. بعض الصفات اللي احنا لصالحنا ولا ضدنا؟ لصالحنا. يمكن هم عشان كده هم بيحبوا يجوا عندنا اكتر يشوفوا بعض الحاجات دي. يمكن احنا كمان بنبقى عندنا نوع من التميز في بعض الصفات شويه، ان قد ايه ان احنا بنحب نحافظ على الغير شويه، فدي بتخليهم يحبوا فينا الحاجات ديت، يحبوا ان هو يجوا شيقين، يجوا يشوفوا جو مصر ويشوفوا الحياه في مصر ويشوفوا بقى كمان الكشافه فيها كمان. حضرتك في الاساس مهندس برمجيات، تمام، استغليت ده في لما جيتوا تدخلوا الناحيه العلميه. احنا حطينا في من المناهج بتاعتنا في حاجات برمجه بنقدر نديها، زي ابتديناها مع الصغيرين ازاي يبقى يفهم مكونات الكمبيوتر، وازاي الكمبيوتر بيتكون من ايه، ازاي يعمل صيانه خفيفه للجهاز بتاعه. دلوقتي في بنديهم كورسات لغه برمجه، اللي بنلاقيه متميز بنديه بعض البرامج المميزه زي الفوتوشوب مثلا، البرامج اللي بتعمل تصميمات والكلام ده، فبنبتدي نتعامل معاهم بنفس الطريقه دي. عاملين ابلكيشن على الموبايل، ازاي ده صديق الكشاف، بدل زمان ما يمسك كتاب لا يمسك على الموبايل بتاعه في كل الحاجات اللي هي تخص ايه الكشافه بالنسبه له. ايوه طيب، انتوا بتقولوا ان فيها ترقيات زي الجيش، فيها رتب، وكل ما كانت الرتبه اعلى ممكن ياخد قرارات، يعني ايه كرايتيريا او ايه شروط الترقي؟ احنا عندنا نوعين من الترقي ده، الترقي ده في نوع سني على حسب السن بتاعه، يعني لما سنه بيكبر خلاص بينتقل من مرحله الاجبال لمرحله الكشافه، بعدين الكشافه المتقدم، المتقدم للجوال، دي المرحله السنيه. وفي بقى للمهارات، المهارات اللي هو بيكتسبها عشان يقدر يتنقل من مرحله لمرحله، لازم بعض المهارات اللي لازم يعديها، بعض الشرات او بالنسبه لنا احنا بنسميها شرات او المجالات، لازم يبقى مثلا عدى مجال ازاي يبقى مسعف لو حصل اي مشكله قصاده، اسعافيه يقدر الاسعافات الاوليه بدرسها كويس، منقذ، لو مثلا لو حصل حريق ازاي يتصرف ازاي، فبيكتسب بعض الاختبارات دي اللي بيها يقدر يترقى من مكان لمكان. ايوه انت وصلت رتبه ايه بقى؟ انا دلوقتي جوال. هي جوال دي هي رتبه. في بعد جوال القائد بقى. القائد ان شاء الله. ده لازم يبقى متميز تماما عشان يوصل زي حضرتك كده، حضرتك قائد يعني. ايوه طيب، نقول ان انت برضو في الناحيه بتاعت الشباب العاديه لقلها وقت، ولا الكشافه يعني بتحتاج منك كام ساعه وكام يوم؟ هي بتبقى على حسب، يعني هي بتبقى فكره كلها اولويات، يعني هي ممكن بالاولويات اخلي كل حياتي كلها طبيعيه، اروح مثلا الكليه عادي واروح الكشافه، او خلاص مثلا اروح الكشافه لو عندي مثلا اجتماع اقوم رايحه، فهي بتبقى ومش بتاخد جد، مش تاخد دايما من اليوم، لان احنا برضه من راي ان احنا معانا دراسه، فهي ما بتجيش على الدراسه، يعني هي ممكن هي بعد ما بعد الدراسه، وفي الصيف بنكون بقى منتشر يعني. طب في الصيف عندك وقت برضه للاصدقاء العاديين هم خارج الكشافه والانشطه العاديه والاجتماعيات هو كل طبيعي بس ما عدا المعسكرات، لو في معسكر مثلا بيكون مثلا اسبوع، فبس انا اكني مسافر، اكني مسافر مع اهلي، لا انا مسافر معسكر اخلص واقوم راجع اكمل نشاطي عادي، يعني حتى يعني معسكر ممكن معسكرات يوم واحد، فمثلا هو ده اليوم مثلا، تاني يوم بيكون مثلا الصبح، بعد كده باقي اليوم عادي فري مثلا. ممكن ما نقدرش نطلق عليها انها وظيفه بالنسبه لحضرتك، يعني لا هي مش وظيفه، هي عمل تطوعي، وظيفتك الاساسيه طبعا، لكن ما فيش اي عائد مادي من الكشافه. لا خالص، دي تبقى عمل تطوعي، حتى القائد ملوش اي عائد، مفيش اي هو عمل تطوعي بقى. بالظبط، احنا هدفنا كلنا يعني ان احنا ازاي ننمي اولادنا، أولاد أنا ليا أولاد، فلازم يتعلموا الطريقة اللي يتعلموا الصفات ديت اللي أنا عاوزها، فأنا لو ما ربيتش ناس على كده مين اللي هيعلم أولادي؟ فهو ده المبدأ اللي إحنا عاوزينه، إحنا محتاجين كلنا يبقى دي في حياتنا، يعني أسلوب حياة. المظلة الكبيرة بقى اللي هي المفروض بتشرف عليك، والرقابة اللي هي المفروض دعم مادي حتى، ما فيش دعم مادي، ما فيش خالص دعم مادي، ما فيش دعم. الاتحاد طيب دوره إيه؟ الاتحاد التنظيم بتاع معانا لازم، يعني كجهه حكوميه محتاجين ان احنا لما نكون في انشطه او حاجات دوليه لازم هو بيحدد لنا ايه اللي المفروض يتعمل، بعض التصريحات يعني الحاجات اللي بيوجهنا ليها ازاي تمشي، وازاي نعمل ننفذ بعض الانشطه اللي احنا محتاجين ننفذها، فهو دور رقابي بالنسبه لنا. بس دور رقابي فقط. بالظبط كده. بالنسبه للبس الكشافه انتوا اللي بتوفروه، انتوا اللي تمام، احنا كله الاتحاد ملوش علاقه، انتوا اللي بتحددوا ازاي، لان كل مرحله ليها زي معين
بالالوان مثلا، يعني احنا بنقسمها بالالوان تمام، او بالانشطه. يعني في مثلا الكشافه البحريه بيبقى ليهم لبس معين، الكشافه العاديه ليها لبس معين اللي هو زي اللي احنا لابسين دوت، في الكشافه الجويه بيبقى لون لبني. فكل مجال الكشافه الجويه والكشافه البحريه والجويه بتبقى انشطتها في الجو فعلا. اه بيعملوا طيارات، بتدخل يعملوا طيارات بالخشب ويبتدوا يطيروها، وبيدرسوا علوم اكتر تجاه الطيران شويه. برضو الكشافه البحريه بتدرس اكتر تجاه البحر، وازاي يقدر يعمل يبقى في البحر، وايه العوامل اللي احنا يعني اشتغل فيها في البحر. احنا كفتيان في البر طبعا، في ولا كتب. ايه الناحيه العلميه بتدعموها بايه؟ يعني كتب ولا ابحاث ولا مذاكره من على النت ولا؟ لا في كتب فعلا موجوده معموله لكل نشاط من الانشطه ديت وكل مجال. يعني مثلا الحاجات الاسعافات الاوليه ليها الكتاب بتاعها، الانقاذ للكتاب بتاعه، فكل حاجه بيبقى ليها الكتب بتاعها اللي هي بنسميها الشارات تمام، بيشرح ايه الصفات اللي هو المفروض يكتسبها، وايه العلوم اللي لازم يتعلمها، وايه الحاجات اللي لازم يبقى عارفها عشان يجتاز المرحله ديت. ففي كتب فعلا احنا بنقدر نشتغل. طب احنا بنتكلم على مجموعتكم اللي هي عددها قلتوا لي كام؟ يعني احنا نقدر نوصل ل 200 واحد مثلا. 200 في مجاميع اخرى تمام مش كده؟ في مجاميع اخرى بتكون مش منتشره. مش مجموعتكم بس تمام. مجاميع اخرى في مجاميع اخرى للكشافه. بس احنا الوحيدين الكشافه العلميه. انتوا الوحيدين الكشافه العلميه تمام، لكن في مجاميع كشافه اخرى موجوده في موجوده مصر وكتيره جدا كمان. وكتيره جدا منتشره بقى في النوادي، لكن ما بقتش ما اصبحتش في المدارس ولا لا إيه؟ بعض المدارس بياخدوها للاسف دلوقتي كشرطه عسكريه اللي هي للتنظيم شويه، لتنظيم الفصول مثلا، تنظيم الطوابير، بس مش زي الاول بقى زمان يقدروا يطلعوا رحلات والكلام ده. ايوه احنا سعداء بلقائكم وفعلا انتوا اثبتوا لي واحمد طارق اثبت لي ان الكشافه بتفرق في الشخصيه جدا. فنتمنى فعلا تواصل الاجيال في النشاط ده، ويدعموا بعض ويعاونوا بعض ويطوروا الشباب، يطور افكار جديده. لكن ما نلاقيش نشاط زي نشاط الكشافه انه بيندثر او انه بيختفي، لانه مهم جدا في تكوين الشخصيه. بنشكركم مره ثانيه، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقانا ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده في نفس الميعاد. شكرا والى اللقاء.